تحية طيبة مشاهدينا الأفاضل، مرحبا بكم إلى حصة الصحافة لهذا اليوم، والتي نستعرض فيها معكم أبرز ما كتبته بعض الصحف المغاربية والعربية وكذلك الغربية. بداية من الصحف الجزائرية وصحيفة آخر ساعة، وسط ترقب غير مسبوق الإفراج عن قائمة السكن لبلدية عنابة قبل نهاية الأسبوع. في ذات اليومية دائما وفي عنوانها البارز، تداعيات اختفاء 3500 طن من مادة اليوريا، لجنة تفتيش وتحقيق من سوناتراك تحل بفيرتيال بولاية عنابة. وكذلك في نفس الولاية، الوالي تنقل لعين المكان للوقوف على الوضع، حريق بوحدة الأنابيب غير الملحمة TSS بمركب الحجار. وفي ذات الصحيفة، بعد أن وافقت السلطات على طلبات الناقلين الخواص، تعليق إضراب الحافلات العاملة على خطوط سكيكدا عنابة وقسنطينة. وإلى صحيفة الاتحاد في سلك الشرطة، تعيينات جديدة في سلك الأمن الوطني، صحفيا انطلاق دورة تكوينية لفائدة الإعلاميين الرياضيين. وسياسيا في العلاقة الثنائية بين الجزائر والسعودية، بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وزير الخارجية عطاف يحل بالمملكة العربية السعودية. برلمانيا، نواب البرلمان يصادقون على مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2021، مطالب بوضع نظام خاص للتنبؤ بإيرادات الميزانية وضرورة الإسراع في إنجاز النظام المعلومات الجبائي. في عنوانها البارز، تعنون الاتحاد ومع قرب الشهر الفضيل، إطلاق حملة وطنية للحد من التبذير، ووزير التجارة يؤكد ملتزمون بتوفير كل المواد واسعة الاستهلاك في السوق الوطنية. الغلق وتعليق رخص الاستيراد ضد كل من يرفع سحر اللحم المستورد، وتسخير 7000 عون لمراقبة مليوني تاجر. عربيا، ارتفاع عدد المتوفين جراء سوء التغذية والجفاف، غزة الموت جوعا يحصد براءة الأطفال. وإلى صحيفة الجزائر التي اهتمت بالشق أو بالموضوع البرلماني، إدراج موضوع المرأة والسلم والأمن كإحدى الأولويات التي تصب إليها الجزائر خلال عضويتها بمجلس الأمن، وفق ما قرر رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل. الصحيفة الجزائر اهتمت أيضا بالجانب الرياضي، وعنونت بيتكوفيتش يرفع التحدي ويكشف عن طموحه مع الخضر عقب توليه تدريب المنتخب الوطني الجزائري خلفا لبلماضي. دينيا، وزير الشؤون الدينية بالمهدي يقول بأن الجزائر تولي اهتماما كبيرا للتعليم القرآني والتكوين الديني. وإلى صحيفة الخبر التي عرجت على زيارة عطاف للسعودية، وعنونت حراك جزائري أمامي دبلوماسي لوقف العدوان، عطاف في السعودية وبن جمع يناقش الفيتو الأمريكي. كذلك صحيفة الخبر اهتمت بالحج لهذه السنة، وعنونت هذه تفاصيل حج هذا العام، أول رحلة ستكون يوم 10 مايو المقبل باتجاه المدينة المنورة. إلى صحيفة المسار العربي، وفاة 45 شخصا بغاز أحاد أكسيد الكربون منذ بداية 2024. رياضيا، بيتكوفيتش يوقع رسميا عقده مع الجزائر حتى 2026، يستهدف التأهل للمونديال والذهاب بعيدا في الكان. فقد وقع أمس البوسني فلاديمير بيتكوفيتش على عقده مع الفاف لتدريب المنتخب الجزائري لكرة القدم حتى 2026 خلفا لجمال بلماضي. ونشر الاتحاد الجزائري عبر موقعه الرسمي صورا عدة لتوقيع التعاقد بين بيتكوفيتش ورئيس الفاف وليد صادي. عربيا، في ظل الحصار الإسرائيلي غزة الأطفال يستشهدون جوعا، بحيث أعلنت مصادر طبية أمس الاثنين عن ارتفاع عدد الأطفال الذين استشهدوا بسبب سوء التغذية وعدم توفر العلاج إلى 16 بعد وفاة طفل في مستشفى أبو يوسف النجار في رفح. ختاما في الصحف الجزائرية، من صحيفة الموعد اليومي، ما يحدث في غزة يمكن أن يكون نقطة انطلاق لوعي جديد للأمة الإسلامية، وفق ما قاله غلام الله في حوار له مع الصحيفة، مضيفا بأن شهر رمضان هو شهر الرجوع إلى الله. وخلال مشاركة شرفة في مؤتمر منظمة الأمم المتحدة للتغذية، الجزائر تجدد الدعوة لرفع الحصار الجائر وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة. الشعب الفلسطيني يعاني من انعدام أدنى شروط الحياة،
وبوغالي يلتقي رئيس مجلس الشورى العماني واتفاق جزائر عماني لمعاقبة إسرائيل. كذلك في نفس الصحيفة، المواطنون مدعوون للتبليغ عن تجاوزات بعض التجار الذين يقومون برفع الأسعار، منع تصدير بعض المنتجات التي شهدت تقلبات وتذبذبات في تموين السوق، والتبذير في مادة الخبز يكلف ما قيمته 320 مليون دولار سنويا في الجزائر. وزيتون وزير التجارة يدعو إلى تضافر المزيد من الجهود لتعميم ثقافة استعمال الدفع الإلكتروني. ونتحول الآن مشاهدينا الأفاضل إلى بعض الصحف في باقي البلدان المغاربية، ونبدأ من المغرب وصحيفة الأحداث المغربية التي عنونت ردا على ما قاله بنكيران بخصوص تعديل مدونة الأسرة، وعنونت فتنة ابن كيران، هدد وتوعد وحرض وتوهم مستغلا الدين كما تقول الصحيفة في التشويش على إصلاح مدونة الأسرة. في ذات اليومية 30 شخصا أمام القضاء بمدينة الناظور، وكذلك وفاة طفلين تستنفر الصحة بمدينة تارودانت، والمغرب ضمن 50 دولة مؤثرة في العالم. إلى صحيفة المساء التي هي أيضا اهتمت بما قاله الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران، وعنونت البي جي دي حزب العدالة والتنمية يهدد بمسيرة مليونية في حالة تعارض مدونة الأسرة مع الأسس الشرعية والدستورية. وكذلك مهني الصحة يشلون المستشفيات يومي الأربعاء والخميس المقبلين. عربيا 13 مجزرة جديدة في غزة، الاحتلال يتكبد المزيد من الخسائر. إلى تونس وصحيفة الشروق، اليوم معلم صفاقس يحتجون على خلفية حادثة المقصة، وتحقيق القناة الفرنسية M6 عندما تغيب المهنية خدمة لأجندات مشبوهة كما تقول صحيفة الشروق التي تعنون عربيا زلزال يهز إسرائيل، استقالات جماعية على رأسها المتحدث باسم جيش الاحتلال. وإلى صحيفة المغرب التونسية، الحرب على قطاع غزة في نهاية شهرها الخامس، أطفال غزة من قتلهم، الاحتلال أم الغرب أم الدول العربية؟ ففي اليوم 51 بعد 100 من الحرب، تعمق الخلاف بين واشنطن وتل أبيب، هل تطيح حرب غزة بحكومة نتنياهو؟ و80% من أطفال غزة يعانون من فقر غذائي حاد وينتظرهم الموت في صورة استمرار الحصار. ومحمد التليل المنصري يصرح لصحيفة المغرب، غدا تنصيب المجالس الجهوية ويوم 13 مارس انتخابات أعضاء مجالس الأقاليم. إلى ليبيا وصحيفة الصباح، بأمر من النائب العام إزالة كافة التعديات على ممتلكات الدولة ببلديتي براك الشاطئ والقرضة. والبنك المركزي الليبي يعلن إغلاق منظومة حجز النقد الأجنبي، وقيمة الدينار في السوق الموازية إلى انخفاض. عربيا أو دوليا، موسكو تستدعي السفير الألماني وتطالب بتقديم تفسير لتزويد أوكرانيا بصواريخ لضرب جسر القرم على خلفية محادثات هاتفية مسربة. نبقى في ليبيا وصحيفة الوسط، التعاون الخليجي يدعو الليبيين لحل الخلافات بالحوار وخروج القوات الأجنبية كافة، بحيث دعا الاجتماع الوزاري لمجلس التعاون الخليجي الأطراف الليبية إلى تغليب الحكمة والعقل، منوها بقرار السعودية إعادة افتتاح سفارتها في طرابلس. جاء ذلك في بيان ختامي للمجلس عقب انعقاده بالعاصمة السعودية الرياض مساء الأحد، حيث ترأسه محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري. إلى موريتانيا وصحيفة الشعب، الرئيس غزواني يعود إلى نواكشوط بعد مشاركته في قمة البلدان المصدرة للغاز في الجزائر، وإعلان الجزائر يرحب بانضمام موريتانيا للمنتدى ويؤكد على الحقوق السيادية للدول الأعضاء. والتعاون الإقليمي والعالمي يعتبر أساسياً للتقليل من تأثير العوامل الخارجية على سلاسل الإمداد بالطاقة، وفق ما قاله رئيس الجمهورية الغزواني في مقابلة مع وكالة الأنباء القطرية. وإلى صحيفة أنباء إنفو، كاتب ومؤرخ تونسي يسأل رئيس الجزائر، هل بالإمكان أن نتحدث عن مغرب عربي موحد بغياب موريتانيا والمغرب؟ بحيث انتقد الكاتب والمؤرخ التونسي عبد اللطيف الحناشي رئيس المنتدى المغاربي للتنمية والديمقراطية خطوة الجزائر الأخيرة المتمثلة في إنشاء تكتل ثلاثي مغاربي يستبعد الجارتين المغاربيتين موريتانيا والمغرب،
وقال المؤرخ التونسي متسائلا في تدوينة على صفحته بموقع التواصل: ما خلفية عزل المغرب وموريتانيا من اللقاء الثلاثي؟ وهل بالإمكان أن نتحدث عن مغرب موحد بغياب دولتين أو ضلعين؟ ألم يكن من الأجدى أن تحاول الدول الثلاث العمل على تجاوز الخلافات البينية ورتقها حتى في الحد الأدنى كما قال في تدوينته؟ بعد الصحف المغاربية نستعرض مشاهدينا الأفاضل عناوين بعض الصحف العربية الدولية، والبداية من صحيفة الزمان: قيادي بحركة فتح يكشف للصحيفة ملامح الاتفاق المرتقب، الجولة المقبلة هي الأصعب، تقدم في محادثات الهدنة والثلاثي الأمريكي يلتقي غانتس وغزة على أبواب المجاعة. دوليا تصاعد أزمة التسريب الاستخباري بين روسيا وألمانيا، وعودة إلى ملف الشرق الأوسط، الصحة العالمية تقول أطفال غزة يموتون جوعا في مستشفيين في الشمال. وكذلك جدل حول زيارة المبعوث الأمريكي إلى بيروت، ونبيه بري يقول بأن وقف إطلاق النار المؤقت ليس كافيا. في المغرب ابن كيران يقول تعديل مدونة الأسرة المتعارضة مع المرجعية الدستورية والدينية مرفوضة. الخبير إدريس الجريني يصرح لصحيفة الزمان: المغرب كان محقا في عدم التخندق مع قضايا مجلس التعاون الخليجي. وكذلك في نفس الصحيفة: مقبرة طائرات السوفيات قاعدة جديدة لحلف الناتو. إلى صحيفة الشرق الأوسط: حرب غزة 150 يوما من القتل بلا أفق، مواجهات متواصلة في خان يونس، وتحذيرات أممية من وفيات بالجوع في المستشفيات. وكذلك إسرائيل تختبر دفاعات حزب الله بمحاولة تسلل، هوكستين يطرح تغيير الصيغة الأمنية في جنوب لبنان. وبيروت محطة لتدوير الشهادات العراقية المزورة، التعليم سلعة مقابل النفط في صفقات تخادم بين متنفذين في البلاد. إلى صحيفة العرب: الجزائر تخطط لإنهاء دور الاتحاد المغاربي باجتماعات بديلة، الإعلان الثلاثي يحرج تونس ويربطها بأجندة الجزائر. الجزائر تجذب تونس إلى التحالفات الإقليمية التي تسعى من خلالها لإظهار أنها ليست معزولة مثل العلاقة مع إيران. وواشنطن تقترب أكثر من قضايا الساحل والصحراء بتعيين جوشوا هاريس. واشنطن تسعى إلى الاقتراب من تجاذبات المنطقة والتأثير فيها بشكل مباشر في ظل توقع تغييرات متسارعة. في الشأن الليبي: ليبيا ترحل 10,000 مهاجر في 2023، لكن إلى أين؟ تقارير دولية مختلفة تشير إلى معاناة شديدة يتعرض لها المهاجرون في ليبيا، بما في ذلك التعذيب والاعتداءات الجنسية. وإلى أبرز ما كتبته بعض الصحف الغربية، بداية من صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية: لا يصل إلى شمال غزة سوى قدر ضئيل من المساعدات مع تفاقم الجوع، حيث توجه عدد صغير من الشاحنات المحملة بالأغذية التي كانت هناك حاجة ماسة إليها إلى مدينة غزة، ولكن بعضها على الأقل تعرض للاحتشاد والنهب من قبل الناس على طول الطريق. محلياً في الولايات المتحدة الأمريكية، هاريس تطالب بوقف القتال في لقاء مع مسؤول إسرائيلي كبير. وفي اجتماع بالبيت الأبيض بعد ظهر الاثنين مع بيني غانتس عضو مجلس الوزراء الحرب الإسرائيلي، ركزت نائبة الرئيس أيضاً على الحاجة إلى التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن. إلى صحيفة لوموند الفرنسية: اشتداد المواجهة بين إسرائيل ووكالة الأونروا التابعة للأمم المتحدة، حيث يتهم كل منهما الآخر. فبحسب رئيس وكالة اللاجئين، فإن العديد من السجناء الفلسطينيين الذين أطلقت إسرائيل سراحهم عادوا مصابين بالصدمة إلى قطاع غزة بعد أن عانوا من محنة، وترفض السلطات الإسرائيلية هذه الاتهامات. تتزايد الاتهامات والتراشقات بين إسرائيل ووكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين الأونروا، تأكيداً لمعلومات نشرتها صحيفة نيويورك تايمز. قال مدير عام الأونروا فيليب لازاريني إن هناك تقريراً داخلياً من الوكالة الأممية لم يتم نشره، يتعلق بمئات الأسرى الذين أطلقت إسرائيل سراحهم عند معبر كرم أبو سالم وتعرضهم لسوء المعاملة.
إلى صحيفة أندبندنت البريطانية، اللوردات يقولون لسوناك رئيس الحكومة لا ترسل الأبطال الأفغان إلى رواندا، بحيث تم حث ريشي سوناك على ضمان عدم ترحيل الأبطال الأفغان كما تسميهم الصحيفة الذين ساعدوا القوات البريطانية ضد حركة طالبان إلى رواندا، حيث يحاول مجلس اللوردات فرض تغيير في مشروع قانونه الرئيسي أوقف القوارب. اثنان من رؤساء أركان الدفاع السابقين ووزير دفاع سابق وسفير بريطاني سابق لدى أمريكا من بين الأعضاء الذين يريدون إضافة استثناء إلى مشروع قانون رواندا لمنع أولئك الذين عملوا إلى جانب القوات البريطانية والوصول إلى بريطانيا عبر طرق غير آمنة وطرق غير قانونية من إرسالهم إلى الدولة الأفريقية. وتعرضت الحكومة البريطانية الاثنين لسلسلة من الهزائم أمام مشروع القانون، وقد أيد اللوردات مطلبا مفاده أن البرلمان لا يستطيع أن يعلن أن رواندا أصبحت آمنة حتى يتم تنفيذ المعاهدة مع ضماناتها الموعودة بالكامل. ونصل الآن مشاهدينا الأفاضل إلى فقرة التغريدات لهذا اليوم، بداية من تدوينة تيدروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الذي كتب: نحن نناشد إسرائيل ضمان إمكانية توصيل المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومنتظم، ويحتاج المدنيون وخاصة الأطفال والعاملون في مجال الصحة إلى مساعدات واسعة النطاق على الفور، لكن الدواء الرئيسي الذي يحتاجه كل هؤلاء المرضى هو السلام، وقف إطلاق النار. وإلى ما قالته أديل خضر المديرة الإقليمية لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: أصبحت وفيات الأطفال حقيقة واقعة، ومن المرجح أن تتزايد بسرعة ما لم تنتهي الحرب ويتم حل العقبات التي تعترض الإغاثة الإنسانية على الفور. إن الشعور بالعجز واليأس بين الآباء والأطباء عندما يدركون أن المساعدات المنقذة للحياة والتي هي على بعد بضع كيلومترات فقط بعيدة المنال لابد أن يكون أمراً لا يطاق، ولكن الأسوأ من ذلك هو صرخات الألم لهؤلاء الأطفال الذين يموتون ببطء تحت أنظار العالم. إن حياة الآلاف من الأطفال والرضع تعتمد على الإجراءات العاجلة التي يتم اتخاذها الآن. وإلى ما كتبه فولكر تورك المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة: إن أي شرارة في برميل البارود الناجم عن حرب غزة قد تؤدي إلى حريق أوسع نطاقة، وهذا من شأنه أن يكون له آثار على جميع دول الشرق الأوسط والعديد من البلدان خارجه. الحرب في غزة لها تأثير متفجر في أنحاء الشرق الأوسط، ومن الممكن أن تتصاعد الصراعات في مناطق أخرى بشكل حاد، بما في ذلك القارة الإفريقي والسودان ومنطقة الساحل. وإلى ما كتبه أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي: من الضروري أن نقوم بتوسيع تدفق المساعدات إلى غزة للتخفيف من حدة الوضع الإنساني المتردي، ويحتاج الناس بشكل عاجل إلى المزيد من الغذاء والماء والمساعدات الأخرى. ولهذا السبب تعمل الولايات المتحدة على إيصال المزيد من المساعدات من خلال كل قناة متاحة، بما في ذلك عمليات الإنزال الجوي. وإلى تغريدة إليزابيث وورن السيناتورة الأمريكية الديمقراطية التي كتبت: يستحق الناس في الشرق الأوسط العيش بكرامة وتقرير المصير. نتنياهو وحكومته الحربية اليمينية خلقا كارثة إنسانية هائلة وفشلا أخلاقيا ذريعا. الآلاف من الأمريكيين يقولون يكفي. بهذه التغريدات أعزائي المشاهدين نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من الصحافة. أترككم مع هذه الرسومات التعبيرية. إلى اللقاء.